أهلا بكم مشاهدينا. إذن بالنسبة لبرنت كنا قد أغلقنا عند 74 دولار و64 سنت. بالنسبة لخام تكساس خفيف بعض التراجعات الطفيفة، نتحدث عن 0.3 أعشار النقطة المئوية. وبالنسبة لما يحدث في بقية السلع، بالنسبة للذهب نلاحظ بأن هناك بعض المكاسب تقريبا نصف النقطة المئوية عند 1324. ما سيحكم المسارات خلال الفترة القادمة هو المواضيع السياسية. لدينا الكثير على أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء كان أولا الملف الإيراني أو الملف الكوري الشمالي، ولدينا أيضا موضوع البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة وبيانات الاقتصاد الأمريكي والتي جاءت أفضل من المتوقع ولكن أظهرت تباطؤ عن الربع الأول من العام الماضي. بشكل عام سينضم إلينا الآن السيد نضال عبد الهادي وهو مدير قسم تطوير الأعمال في شركة CFI Financials. أهلا بك سيدي معنا، ونبدأ طبعا مع أسعار النفط. اليوم برأيك يعني البعض كان يشير إلى أن برنت تراجع بشكل طفيف على الأقل بعد ربما بعض التهدئة والتلميحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه هو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعون لإيجاد ربما وصفة سحرية أو تعديل طفيف في هذا الاتفاق النووي الإيراني لتفادي الانسحاب منه، ولكن يبدو وكأنه يعني لا يزال هناك احتمالات لخروج أمريكي من هذا الاتفاق، وهذا ما يسعر برنت على الأقل. نعم نعم صحيح. الأسواق فقدت الثقة بأي نوع من أنواع الإعلان أو القرارات من البيت الأبيض، لأنه زي ما ملاحظين بالفترات الماضية بيتم مثلا الإعلان والاتفاق بعد بأسبوع أو بأكم من يوم بصير اختلاف تام لهي الإعلانات. ففي احتمال كتير كبير أنه أمريكا تخرج من هذا الاتفاق. فبنلاحظ هذا الأخبار أو توقعات الأخبار معكوسة تماما بأسعار النفط، حتى التراجعات اللي جدا طفيفة خفيفة في بتصير في نهايات الأسبوع هي فقط تجنب لبعض المستثمرين أو محافظ الاستثمار البقاء بمحافظها خلال عطلة الأسبوع، ولكن الاتجاه ما زال بارتفاع. نعم، دعنا نتحدث عن الداو جونز في ظل ربما المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الأمريكي من خلال ما يرشح من بيانات فيما يتعلق بكثير من التفاصيل، إلى أي مدى ذلك مرشح ربما للاستمرار في هذا الديربي في الداو جونز؟ الداو جونز ما زال الاتجاه بالارتفاع مع كل التأثيرات اللي عم بتصير من الاتفاقيات الأمريكية أو من توجه أمريكا للخروج من بعض الاتفاقيات، بس عم نلاحظ انه الاتجاه العام ما زال بالارتفاع، حتى لو في بعض الاحيان عم بيصير في بعض الكوركشنز ببعض الخروج من بعض البوزيشنات للمحافظ، ولكن الاتجاه العام ما زال بالارتفاع. الارقام ايجابيه، ارقام الشركات ايجابيه، صحيح، فما زال الاتجاه العام بارتفاع بتخيل الداو جونز. طيب نعود لموضوع النفط، يعني برايك اليوم الى اي مدى كل أي التوترات الجيوسياسية سواء بين أمريكا وإيران، سواء بين أمريكا وكوريا الشمالية، ولو أنه شهدنا قمة إيجابية كان بين كوريا الشمالية والجنوبية، ولكن إلى أي مدى هذه التوترات قد تعطي الدعم بالنسبة لأسعار النفط حتى مع ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية وزيادة النفط الصخري الأمريكي؟ بتخيل الاتفاقية بين أو القمة اللي صارت في كوريا الجنوبية ما راح يكون لها نفس التأثير أو تأثير كبير جدا على أسعار النفط بقدر الحرب الكلامية اللي عم بتصير بين أمريكا وإيران، مع اللي عم بصير بأوبك وتحديد المنتج أو تحديد الإنتاج من عدة دول، والتوجهات انه صار في حديث حتى لبعض الدول الاوروبيه انه في احتمال تعيد النظر بالاتفاقيه مع ايران، كل هذا راح يؤدي وراح يزيد باسعار النفط الى الاعلى. نعم، دعنا ننتقل الى الذهب، المعدن الاصفر، والذي ربما كانت الانفراجات النسبيه التي حدثت الاسبوع الماضي فيما يتعلق بلقاء الكوريتين الى ما ذلك من هذه التوترات الجيوسياسيه جعلت اسعار الذهب تتراجع، يعني الى اي مدى الذهب محكوم بالدولار اكثر من اي تفاصيل اخرى في تقديرك؟ صحيح، محكوم فيه بشكل جدا كبير. بنفس الوقت طبعا زي ما هو تاريخيا معروف في حاله توترات الذهب هو المعدن الامن بتتوجه الاستثمارات له. صحيح، لاحظنا هذا بشكل مباشره بعد القمه الكوريه، لاحظنا انخفاض جدا كبير بالذهب. بنفس الوقت عم بصير في عنا ضغط من ارتفاعات الدولار، بمجرد ما يصير ارتفاع الدولار المعدن الذهب راح ينزل السعر تبعه. بس اللي عم نلاحظه برضه
انه عدم الوضوح هي السمه العامه الايام هاي بالاسواق، فما عم نشوف اتجاهات لمده طويله، عم نشوف اتجاهات قصيره المدى، عم نشوف اسبوعيه، عم نشوف اسبوعين كحد اقصى. كل عمليات البيع والشراء عم تتجه اكثر من ناحيه استثماريه لناحيه مضاربه اكثر من اي شيء ثاني لعدم وضوح الاسواق العالميه، فراح يكون في تاثير مباشر، بس بتخيل التاثير راح يكون لحظي اكثر من اي شيء ثاني. اكيد التاثير الكبير كان للهدوء النسبي اللي عم بصير بشبه الجزيره الكوريه. مع هيك ما عم بتخيل راح يكون في برضه نزول اكثر للذهب، راح يكون في مرحله رينج لفتره جدا كبيره. يعني سيد نضال، اليوم برايك يعني هذه الايجابيه بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، هل من الممكن ان تنعكس عن علاقه كوريا الشماليه بالولايات المتحده الامريكيه، او علينا ان نفصل بين الملفين؟ اكيد راح يكون لها تاثير ايجابي على العلاقه مع امريكا، بس بنفس الوقت بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه هدوء نسبي بالكوريتين، بنفس الوقت صار في عندنا جبهات اخرى بانواع اخرى، مثلا صار في عندنا تهديدات لايران، في عندنا ما زلنا احنا بتاثيرات امريكا والصين والحرب التجاريه اللي بينهم، ما زال في عندنا مشاكل بالنافتا بين امريكا كندا والمكسيك، وبنفس الوقت عم بصير عندنا برضه تهديدات من البيت الابيض لاعاده النظر بالاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي. عشان هيك برضه يمكن عم نلاحظ حاليا بعض رؤساء الدول بالاتحاد الاوروبي عم بتوجهوا لمسألة الاتفاقيات الثنائية أكثر من الاتفاقيات الاتحادية، فحتى لو صار اتفاق أو هدوء بكوريا، في جبهات أخرى البيت الأبيض عم بيفتحها، عم بتؤدي لعدم استقرار وعدم وضوح بالأسواق، وبالتالي نزول الثقة عند المستثمرين. نعم، دعنا نعرج على المنطقة الأوروبية ونقف على التفاصيل في ظل ربما الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والذي ربما يسير بشكل سلس، لكن كثير من المراقبين يحذر ربما من تبعات ذلك الاقتصادية على بريطانيا، وكانت أصوات تتعالى أيضا من الداخل البريطاني. يعني كيف نقرأ المشهد؟ في بداية الخروج كان التأثير على الاسترليني بشكل مباشر شفناه، لأنه كان الخبر غير متوقع، ولكن اللي حدث بعد الخروج وبعد هدوء العاصفة من الخروج البريطاني هو عملية اتفاق بين بريطانيا وبين الاتحاد الأوروبي بالنسبة للعاملين من الأوروبيين ببريطانيا، بالنسبة للشركات والبنوك الموجودة ببريطانيا، فالتأثير لن يكون بالقدر اللي كان متوقع أو كانوا المحللين متوقعينه قبل، أنه يصير في خسائر جدا كبيرة بالاقتصاد البريطاني وخروج بعض الشركات الأوروبية من بريطانيا وفقدان بريطانيا مركزها أو لندن بالذات مركزها كمركز مالي. ما هذا ما راح يكون نفس التأثير. شكرا لك السيد نضال عبد الهادي، كنت معنا وأنت مدير قسم تطوير الأعمال في شركة CFI Financials. شكرا. ومشاهدينا، البوصلة مستمرة ولكن بعد فاصل قصير.